الإمام يوصي بقلة النوم في الليل. نلتفت أيها الأخوة والأخوات إلى مجموعة من الأمور في هذه النصيحة المهمة. هل المقصود قلة النوم؟ نلتفت إلى هذه النقطة. هل المقصود قلة النوم لذاته، أي موضوع أي قلة النوم له موضوعية بذاته، أم أن قلة النوم وسيلة للوصول إلى غاية مهمة أرادها الله تعالى وأرادها الإمام؟ أيها الأخوة والأخوات، لماذا الإمام خص الليل بقلة النوم؟ التفتوا إخواني، النهار الله تعالى أعده، خلقه لكي يخرج الإنسان للعمل والنشاط والتكسب وقضاء الحاجات والدراسة وغير ذلك من الأمور التي تتطلب الاحتكاك بالناس والعمل والنشاط، والتي تسبب له الإجهاد والتعب في العقل والفكر والنفس والجسد. الليل الله تعالى خلقه لكي يرتاح الإنسان ويسكن من خلال النوم، يحتاج إلى تجديد الطاقة والنشاط والحيوية للجسد والعقل والفكر، فخلق له الليل بمواصفات ومقومات، جعل فيه النوم سباتاً وراحةً ويجدد من خلاله الطاقة والنشاط. ولكن لابد أن ينتظم هذا الليل في مسألة النوم، وأن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه بمقدار الحاجة الضرورية التي يحتاجها لتجديد نشاطه وطاقته وحيويته، من أجل في اليوم الثاني يقوى على ممارسة العمل والتكسب والنشاط ويخرج مرة أخرى إلى الحياة. هذا لا يعني أنه نترك مسألة الليل والنوم بصورة عشوائية وغير منتظمة. لماذا أيضاً نلتفت أيها الأخوة؟ كأنه في النهار، حيث أنك أيها الإنسان مشغول بالتكسب والمعاش والدراسة وحركة الحياة، لا تتوفر لك السكون والهدوء والراحة والفراغ الذي يمكن من خلال هذه الأجواء أن تخلو مع الله تعالى وتناجيه وتذكره وتتلو فيه آيات القرآن، أو تتفكر، أو تراقب نفسك وتحاسب نفسك، أو تطالع أو تقرأ. في الليل هناك أجواء الهدوء والراحة، أجواء التي يخلو فيها الإنسان. لذلك الإمام يقول الليل فيه مهمتان: الأولى عليك أن تجدد لنفسك النشاط والحيوية بعد أن أجهدت نفسك بالحركة والنشاط، تحتاج إلى راحة وتجديد الطاقة. خذ ما تحتاج إليه من الضرورة في النوم، لا تأخذ أزيد من ذلك، لا قلة ولا كثرة، لا إفراط ولا تفريط. تحتاج إلى النوم بمقدار الضرورة الذي تجدد فيه طاقتك العقلية والجسدية والنفسية لكي تزاول حياتك مرة أخرى. في نفس الوقت الأجواء في الليل مهيئة للخلوة مع الله تعالى، في النهار لا تتوفر هذه الأجواء، أجواء المناجات، الخلوة مع الحبيب، الذكر والتفكر والتأمل والدراسة والقراءة والمطالعة النافعة، هذه تتوفر حتى في النهار، ولكن هناك خصوصيات في الليل. لذلك ورد في صفات المؤمنين الحقيقيين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لذلك الإمام عليه السلام يقول هذه الأجواء اغتنمها، هذه فرصة لك لكي تشتغل بالمناجات والذكر، انتبه، خذ أولاً ما تحتاج إليه من النوم لا أزيد، البقية من الليل احذر من أن تشغله بمجالس اللهو والغيبة واللعب أو في أجواء فيها معصية،
وفيها أمور غير نافعة كما يحصل للكثير الآن. حينما نراقب ما نحن نفعله في الليل، جزء منه للنوم، جزء منه الكثير منا ربما يكون في مجالس فيها غيبة، فيها نميمة، فيها كلام باطل، أو في أمور عبثية لا فائدة منها، أو ينشغل باللهو واللعب التي لا تنفعه.